المحافظة يعني المكون الزراعي مكون هام فيها بأكثر من 400 ألف فدان رقعة زراعية. الري والزراعة هم يعني ضلع أساسي وحجر زاوية أساسي في المحافظة. تم تأهيل ترع وتبطينها والاستفادة القصوى من المياه اللي موجودة فيها، ده ساعد في زراعة وانتظام الري في أماكن مستهدفة، مع يعني الربط ما بين الري والزراعة بيخلينا نقدر يعني مش عايز أقول نتحكم، ولكن نبقى عندنا رؤية واضحة الدورة المحصولية في المحافظة عاملة إزاي. إحنا الحمد لله المحافظة فيها مساحات يعني زراعات استراتيجية موجودة، زراعة قطن وزراعة قمح وعدد من المزارع الخاصة بالنباتات الطبية ورعاية الري، وهي المحافظة الأكبر في زراعة المساحات النباتات الطبية ورعاية الري، وده اللي بيخلينا نشتغل برضو على تأهيل المحافظة يبقى فيها مراكز متخصصة للتعامل مع النباتات الطبية ورعاية الري، لأن ده لها مكون اقتصادي كبير. في الجانب الشرقي لمحافظة الفيوم في تبع مركز الفيوم في منطقة اسمها اللاهون، ما بيننا وما بين منطقة حدودية ما بيننا وبين محافظة بني سويف، فيها مجمع كبير للصوب الزراعية يتبع مشروع مستقبل مصر، وبرضو أتاح كتير قوي من فرص العمل. الجميل أنه أتاح إنتاج زراعي متميز ومزروع على أعلى مستويات الجودة في السوق المحلي، وطبعا بيتم تداوله في يعني كافة أنحاء مصر، وده وفي حاجات بتصدر للخارج. الجميل إن احنا الفترة دي بنتيح لهذا المشروع مستقبل مصر منافذ تبقى موجودة قريبة من المواطن، هيلاقي فيها منتجات زراعية بجودة عالية وبسعر تنافسي جدا، والمواطن هيحس بفرق السعر الموجود ما بين المنتج العادي والمنتج من هذه المزرعة. وبرضو المزرعة دي شهدت افتتاح رئاسي عن طريق الفيديو كونفرنس في افتتاحات مشروعات مستقبل مصر.